السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. مش هادي السلسلة بقى، ده دي السلسلة الأصلية. هو ما كان الصيادين والسلاب الركت. طلع ركت زمان الصراحة، بس مش بعرف قوي يعني. بس بنشط جسمي كله، ما ضربينه كوره، الكوره تقع يبقى ايه على الفوائد عنده. دي حته دي منطقه السلسله، منطقه الصيادين. الشط ده مجانا بدون فلوس، حته مجاني كده، الناس كده بتنزل. هو مش شط اصلا كده، هو حته فاضيه في اسكندريه كده، بس ايه ربنا محدش يشوفها ويعرفها يعني. ممكن تعمل كازينو او تعمل حاجه برضه. في مركب مهجورة هي أو مركب غرقانة، ودي مكان الصيادين. تعال نبص كده عليهم شوف بيصطادوا ايه. لو نشوف الراكت الأول دوت، وهنا جنبينا حديقة السلسلة والمكتبة. هادي النهارده عامل زي حمام السباحه. يبقى الحته ديت من الصيادين هنا بيصطادوا من هنا لحد بحري كده، الممشى دوت ماشي لحد بحري. حلوه حته كبيره للصيد يعني. قدام مكتبة اسكندريه الورد الجميل ده. انا بموت في الورد صراحة، اي ورد بشوفه بحب اصوره يعني. احنا جميلة صراحة، يعرف اسمي يقول لي بقى عليه الورد ده. مكان الصيادين هيشرب جوزة ومعسل. كتبت اسكندرية الصيادين. خصوص الصيادين رجالة وبنات، ولا ده راجل ده ولا بنت ولا ايه ده. منطقة الصيادين ربنا يكرمهم كده ويبارك لهم يا رب.